بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال Yeah.
وإذا مرض فهو يشفي
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا
وأزلفت الجنة للمتقين. بسم الله علم أن لا تحصوه فتاب عليكم أو
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفر إن الله غفور رحيم وما من خير تجدوه عند الله تجدوه
تجدوه واستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا أيها الذين فادخلي عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة. الحمد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة لها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ بالاتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها والمقيم بالجيزة. تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة وكسر من قصور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد دائما محلات ومخازن بحسين تعلب وأولاده بالسير وإيد والشكر موصول لحد الحميد المنحول وأولاده الخدمة الممتازة وإلى البشمهندس محمود طعيم الذي نقل هذه الليلة المباركة عبر أسير موجات الإفم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.